نحضروا مباراة كأس إفريقيا كما حضرنا مباراة الزمالك. إن شاء الله هتكون ديربي مغاربي. إن شاء الله احنا رانا حضرنا بكل قوة إن شاء الله باش ندخلوا لهذه المباراة باش نحققوا نتيجة إيجابية. وعلى الكاستيون تاع العراق نظن الحمد لله درنا ليسيونس سواء تاع الاسترجاع نظن مع ستاف تكنيك تاعنا مع ستاف ميديكال تاعنا، نظن رانا جاهزين إن شاء الله 100% باش نقدموا مباراة كبيرة في الجزائر أمام جمهورنا إن شاء الله.